ده ان شاء الله حل ليسون 1 في كونسبت 1-3. بيقول لي الجرافيتي قد ماجنتيزم ار سيميلر ان ايه؟ هما الاثنين متشابهين في بعض في ايه؟ هقول له نرى الاختيارات. ريبالشن اونلي؟ لا. اتراكشن اونلي؟ لا. هما الاثنين اتراكت اول اوبجكت؟ لا. الماجنتيزم بيشد المواد الماجنتيك بس. امال هما الاثنين كانت بي سين، هما الاثنين ما بيتشافوش. رقم 2 هو ثرو ا بول اب، لما ارمي الكره لفوق الاقي الكوره ريتيرن باك، وقعت تاني. وقعت تاني نتيجه قوه ايه؟ نتيجه قوه الجرافيتي. نمبر 3 ذا نقط اوف اوبجكت، هنا بيقول لي ذا نقط اوف اوبجكت اند ذا نقط بتوين ذا زيم افكت جرافيتي. انا حافظ ان الجرافيتي بتتاثر بحاجتين، الجرافيتي بتتاثر بالماس وبتتاثر بالديستنس. طيب هنا بيقول لي ايه اوف اوبجكت؟ هقول له ماس اوف اوبجكت والديستنس بتوين زم والمسافه اللي بينهم، يبقى ادور على كلمه ماس وديستنس، الاجابه سي. نمبر 4 بيقول لي ذا فورس اوف جرافيتي، قوه الجرافيتي اون بلان بي، قوه الجرافيتي از نقط بلان ايه، الجرافيتي على الطياره ايه ولا بي اعلى؟ اكيد كل ما الحاجه بعيد الجرافيتي تقل، الجرافيتي عكس الديستنس، يبقى الطياره بي سمولر زين اقل. نمبر 5 بيقول لي الماجنت ميد اوف ايه؟ المغناطيس ميد اوف ايرون، الماجنت ميد اوف ايرون. نمبر 6 بيقول لي اريا الراوند ماجنت، اي حاجه حوالين الماجنت اسمها ماجنتيك فيلد، يبقى الماجنتيك فيلد اريا الراوند ماجنت. صح وغلط؟ بيقول لي فورس اوف جرافيتي انكريز بتوين اوبجكت وين ذا ديستانس انكريز، اول ما المسافه تزيد الجرافيتي تقل على طول، يبقى دي غلط جدا. نمبر 2 electric circuit is the bus of electricity that consists of many components that work together. هل الدائره الكهربائيه عباره عن مكونات مرتبطه كلها ببعض؟ اقول له الاجابه طبعا صح، لازم المكونات تكون مرتبطه ببعض. electricity and magnetism can work together، هقول له صح، ده الاثنين ريليتد ببعض، ليهم علاقه ببعض، المغناطيس يولد كهرباء والكهرباء تولد مغناطيس، هناخدها في lesson 3. نمبر 4 earth attract all object due to its great mass، الارث بتشد كل حاجه عشان هي جريتر ماس، الارض بتشد كل حاجه على الارض عشان هي وزنها اكبر من اي حاجه، الارث هاز جريتر ماس، الارض وزنها اكبر من الجبال من البحار من الاتموسفير. نمبر 5 بيقول لي during the falling down of object the gravity increase، اول ما الجسم بيقع الجاذبيه بتقل، طبعا الجاذبيه هنا اقول له الجاذبيه بتزيد عشان المسافه بتزيد بتقل، كل ما المسافه تقل الجاذبيه تزيد، يبقى كل ما الجسم يقع لتحت الجاذبيه تزيد. Give reason number 1 electric system electric circuit is considered as a system، ليه الالكتريك السؤال الاول في الجيف ريزون بيقول لي electric circuit is considered as a system، ليه الدايره الكهربائيه بعتبرها سيستم؟ كلمه سيستم يعني نظام، كلهم شغالين كانهم نظام واحد، ليه؟ هقول له عشان هو متكون من كذا كومبوننت، الكومبوننت دي كلها المكونات ورك توجذر بتشتغل مع بعض. نمبر 2 وين بول از ثروين انتو اير، اول ما كره برميها في الهواء ات ويل ستوب اند فول داون، بتقف وبعد كده تقع، هقول له بسبب فورس اوف جرافيتي. واضحه بالنمبر 1 ذا فورس اوف جرافيتي اف ذا ماس انكريز، ايه اللي يحصل للجرافيتي لما الماس انكريز؟ هقول له جرافيتي انكريز، العلاقه بينهم دايركت مباشره، كل ما الوزن يزيد الجاذبيه تزيد، جرافيتي انكريز. نمبر 2 ايه اللي يحصل للجرافيتي لو الديستانس انكريز؟ هقول له جرافيتي ديكريز، جرافيتي ديكريز. بعد كده مديني تشوز او كومبليت سوري. أول سؤال بيقول لي this tool is called إيه؟ الجهاز ده اسمه ماجنت. Made of iron. Number 2 surrounded by area، لو لقينا area magnetic field يبقى دي رقم 2. Number 3 بيقول لي we can observe the force the tool by using إيه؟ أقدر ألاحظ التجربة دي عن طريق iron feelings. Iron feelings يعني بودرة حديد. كده نكون خلصنا lesson.